طبعا الموازنة هي أهم شيء بالدولة، وهي تمثل سياسة الدولة أو سياسة الحكومة التي السلطة اللي ماسكة الدولة. فإذا كانت سياستها جيدة الدولة، تكون الميزانية طبعا مرسومة رسم صحيح وحقيقي إلى العراق عامة، ونتكلم عن محافظة نينوى خاصة، خصوصا محافظة نينوى بعد ما مرت بظروف صعبة جدا، نستطيع أن نقول حرب عالمية ثالثة مرت بها بعد تنظيم داعش الإرهابي اللي فعل ما فعل في محافظة نينوى، خصوصا في وقت التحرير انهدت البنية التحتية لمحافظة نينوى، بالإضافة يعني كان هدم ماديا ومعنويا لمحافظة نينوى. فاليوم تتكلم لي على الميزانية، الموازنة مال 2023 هي لحد الآن يعني تأخرت بالنسبة لسنة 2023. أنت إذا ما استطعت تكمل مال 2023 شون مال 3 سنوات؟ زين أسأل سؤال، يا ترى على أساس بنت الموازنة؟ هل وضعت الحسابات الختامية؟ طبعا احنا نطيق نقول فقرة دستورية موجودة تقدم في فلان تاريخ الحسابات الختامية والموازنة، يعني الحسابات الختامية سبقت الموازنة. يا ترى ولماذا تسبق الحسابات الختامية الموازنة؟ لأن على أساسها حتى تخلي الموازنة السنة القادمة على السنة اللي فاتت. لكن هنا أتصور ما زين ما 3 سنين تحطون موازنة، زين على أي أساس انبنت هذه ما 3 سنين؟ يعني لازم يعني إيش أتكلم؟ أنت لا تنسى أنت النفط ما بيدك، مرة يرتفع مرة ينزل، وأنت حاطه على السعر. زين هذا السعر مرة راح ترتفع عندك الموازنة الإيرادات، العفو الإيرادات النفطية، أو مرة تنزل، على أي أساس حطه؟ أتصور هذا الشيء غير مقبول كواقعيا. أما محافظة نينوى، يعني نرجع على حصة نينوى، يا ترى نينوى أخذت حصتها السنوات السابقة حتى تأخذ؟ أنت لا تنسى حصة نينوى عندك هي المناطق المتضررة، المناطق المتضررة لها ميزانية أيضا خاصة إضافة إلى ميزانيتها حسب الكثافة السكانية. أنت استاذي أتفرعنا تفريع نجي كلها غلطات بغلطات، يعني أنا من أنطي الموازنة المحافظة على أي أساس أنطيها؟ الكثافة السكانية، ما صحيح؟ زي الكثافة السكانية، يعني كم سكان نينوى حاليا؟ من متى ما صارت تعداد سكاني؟ ماذا ينتظرون؟ شنو الأسباب التأخير هذه؟ يعني لماذا ما يجري تعداد سكاني؟ طيب الميزانية أيضا من تنطي سيدي أي تضمن؟ إحنا ما نعرف عن يعني قلتولك كل مخالف للدستور وللقانون، كل مخالفات يعني مزاجية هي الموازنة صارت. فهنا أشن يعني أن أريد أدرس أنه أنت من توزع للمحافظات 18 محافظة من تريد تنطيها حصتها وحصة الأقليم غير على الكثافة السكانية؟ لأن الدستور إيش يقول؟ توزيع الواردات النفط ملك الجميع ويتوزع حسب الكثافة السكانية. زين شلون راح يتوزع حسب الكثافة السكانية وأنا ما عندي إحصائية؟ النظام الديمقراطي يتأسس على الاتحادية اللامركزية. اللامركزية هي المحافظات والأقاليم، الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقليم، ما صحيح؟ فإحنا المحافظات تنبني من مجالس الاتحادية، من مجلس النواب العراقي اللي يشمل الأقاليم والمحافظات الاتحادية في مجلس النواب، بعدين تتوزع وين؟ على مجالس المحافظات، مجالس أقضية، مجالس نواحي. لماذا؟ لأنه طبق النظام الديمقراطي، المراقبة المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية. أنت لحد الآن ما على عف ليش متغيب مجالس محافظات نينوى؟ أنت نظام ديمقراطي، فكيف أنه ما عندك غير مجلس نواب لكن مجالس محافظات غير موجود؟ من سوف يراقب إذا؟ المراقبة مو واجب مجلس النواب تكليف؟ لا، مجلس النواب يراقب الحكومة الاتحادية، الوزارات، الوزارات، المجلس النواب، لكن مجالس المحافظات من أجل من قريب تراقب عمل السلطة التنفيذية في المحافظات، عمل المحافظ ودوائر اللي تابعة للمحافظة، المؤسسات. فإحنا من راح يراقب؟